لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف الانبياء واكرم المرسلين وسيد ولد ادم اجمعين وحجه الله على الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. ارض اللهم عن صحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح الصغرى للإمام أبي عبد الله السنوسي عند قوله رضي الله تعالى عنه: فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على نبيه وأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم مناسب من أوجه. أليس كذلك كده ماشيين صح؟ نعم. فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله، يعني بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بأنواع المحامد والكمالات، ذكر الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مناسب من أوجه. ما هو المناسب؟ ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مناسب بعد حمد الله سبحانه وتعالى، مناسب. ثم ذكر أوجه المناسبة فقال مناسب من أوجه. كم وجه؟ 1، 2، 3، 4، 5. مناسب من إيه؟ من 5 أوجه. دائما كان العلماء رضي الله تعالى عنهم يفتتحون كتبهم بالحمد لله، اولا طبعا بسم الله، وبعدين ذكر الحمدلة، ثم التثليث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، او التثنية بالصلاة على النبي ثم تثلث بذكر الحمد، كما قال الشاطبي رضي الله تعالى عنه: بدأت ببسم الله بالنظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلى، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزى من عليه. هذه هي أوجه المناسبة. ريت الصور اللي هناك ده مش هينفع معانا كده، هيؤثر عليهم كلهم يعني، يا إما كده هيتعبون. مناسب من أوجه الأول، يعني مناسبة ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر إيه؟ الثناء على الله تعالى. فالثناء أولا يكون على مين؟ على منشئ أو على مصدر هذا الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم يكون الثناء بعد ذلك على الواسطة العظمى والوسيلة الكبرى، ولذلك هذا علمنا إياه في إيه؟ في الصلاة، في العبادة. فعندما يؤذن للمصلي بالجلوس بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ماذا يفعل؟ بأي تحية يتقدم أو بأي ثناء يثني به على مولاه سبحانه وتعالى؟ ماذا تقول عندما تجلس بين يدي الله؟ الجالس عادة بين يدي الملوك والعظماء والكبراء، إذا أذن له بالجلوس ماذا يفعل؟ يا
يذكر من أنواع الثناء والمحامد اللائقة بمقامهم، فما بالك بمقام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ليس بعده ولا معه، فهو سبحانه وتعالى له المقام الأسمى الأعلى. فيؤذن للجالس بين يديه أن يتقدم بأنواع التحية، فماذا يقول؟ هل يليق أن يذكر في تحية الخالق ما يذكر في تحية المخلوقين؟ لا، حتى في التحية لا يصلح. لماذا؟ لأننا نقول إذا أردنا أن يحيي بعضنا بعضا السلام عليكم، تحياتهم يوم يلقونه السلام، ولكن لا يجوز أن نلقي السلام على الله لأنه هو مصدر هذا السلام. فماذا نقول؟ التحيات، يعني تحية كل إنسان يحيي ربه ويثني عليه، التحيات والصلوات. الصلوات دي عبارة عن ما هي الصلوات؟ صلوات الإنس، صلوات الطير، صلوات الجبال، صلوات جميع الخلق. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وكل واحد في الخلق له صلاة وله تسبيح وله حمد وله شكر لله. فيجمع المصلي هنا ألدي للجنس كل أنواع التحيات والثناءات والتعظيمات، سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية، ويقدمها بين يدي ربه سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات عند المالكية تزيد الزاكيات لله. ثم بعد ذلك شرع أن يتقدم بالتحية اللائقة بمقام رسول الله، السلام عليك بصيغة الخطاب للحاضر، ولا يجوز أن تقول السلام عليه، ولا تقول السلام على النبي، إنما تقول السلام عليك، تخاطبه صلى الله عليه وسلم بصيغة الحاضر الذي يسمع الخطاب وتبلغه التحية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انظر كيف بعد أن تسلم، أو يعني هنا بتسلم السلام عليك، ثم تقول السلام علينا، يعني أنت قدمت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على السلام على نفسك، السلام علينا وعلى عباد الله، فقدمناه على لأنه أقرب أو أحب مخلوق إلى قلوبنا، فنقدمه على حتى على أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسنا، سلام عليك أيها النبي. لكن في ملحظ هنا غريب، في الآية أمرنا به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، قدم الله تعالى الصلاة في الأول في الآية ثم قال وسلموا، لكن في التشهد بتاع الصلاة نعكس، نبدأ بالإيه؟ بالسلام، وبعدين نعمل إيه؟ نختم بالإيه؟ بالصلاة. يعني عكسنا ليه؟ لأن المقام هنا المناسب هو مقام التحية، فالمناسب أن نقدم السلام على الصلاة، أما في مقام الدعاء فنقدم الصلاة على على السلام. إذا المناسب هنا مقام هنا مقام تحية، فما هو المناسب؟ أن نقدم السلام على على الصلاة. واضح هنا؟ نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مين هم عباد الله الصالحين اللي هنا المقصود به؟ عارف عباد الله الصالحين تشمل تشمل صالح الجن، وهو عباد مش عبد من عباد الله، وتشمل الملائكة لأنهم في قمة الصلاح، وتشمل الصالحين صلاح الرسالة والنبوة، أن الله تعالى لما ذكر إسماعيل وإبليس قال كل من الصالحين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، يعني وصف النبي بهذا اسم صلاح، من الصلاح العادي، هذا صلاح النبوة وصلاح الرسالة، يعني يدخل الصالحون للنبوة والرسالة، ويدخل الصالحون للولاية، ويدخل صالح الأمم السابقة التي كانت قبلنا من أول ما خلق الله الدنيا، ويدخل الصالحين من الجن، وأن منا الصالحون من كده ومنا
دون ذلك. يعني إذا قال هذه التحية إذا قالها العبد أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض، فأيضا في السماوات في عباده عباد صالحين لا يتذكرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار، فهل هؤلاء صالحين ولا غير صالحين؟ إذن عندما تقول السلام علينا وعلى عباد شملت كل عبد صالح لله سبحانه وتعالى منذ خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة، طب ليه نصب هنا؟ لماذا ذكرها بالنصب؟ لأن المصدر بيعمل عمل الفعل. ايش حل لنا؟ انصاف وهرجع تاني. فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة، جاينا ايه؟ المصدر يعمل عمل الفعل. الصلاة والسلام، إذا عرفنا قدمنا الصلاة والسلام لأن احنا مأمورين باتباع أو بتقديم ما قدمه الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك عندما كان يسعى بين الصفا والمروة، ماذا قال؟ قال أبدأ بما بدأ الله تعالى به، فبدأ بالصفا ولا بالمروة؟ سعي. وكذلك عندما علم أصحابه الوضوء بدأ بحسب ترتيب الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وتقرأ أيضا وأرجلكم بكسر اللام، خلاص كده. يبقى إذن إنما هنا لماذا خالف الترتيب؟ لمناسبة، لأن الأليق بمقام التحية أن نقدم السلام على الصلاة، إذا كان المقام مقام تحية. الأول أنه اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين. فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على نبيه واشرف خلقه صلى الله عليه وسلم مناسب من اوجه. الاول انه شبه حمدا خاصا بعد حمد عام، لانه لما حمد المولى تبارك وتعالى، لا مش شبه، انه شبه حمد، شبه ولا تقرأ شبه، شبه حمد خاص بعد حمد عام. نقول احنا نضبط لما تيجي تقرأ نفسك، انما لما تقرأ على الشيوخ تضبط الايه القراءة. يلا. الاول انه شبه حمد خاص بعد حمد عام، لانه لما حمد المولى تبارك وتعالى حمدا مطلقا على جميع الفضائل والفواضل. أنه شبه، يعني عاوز يقول لك شبه حمد خاص بعد حمد عام، يعني كأنك بعد أن حمدت الله تعالى على النعم كلها عامة رحت هنا مخصص نعمة كبيرة جدا عظيمة عالية جدا، كأنها وحدها استخرجت من بين النعم وتستحق حمد خاص. يعني دائما نذكر الخاص بعد الايه؟ العام. بعد العام، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته، وبعدين وجبريل، ما هو جبريل من ضمن الملائكة، بس ده جبريل مكانته عظيمة كأنه وحده في مكانه والملائكة كلهم في مكانه، فذكره وحده مع انه من جملة مين؟ الملائكة. من جملة، هذا اسمه عطف الخاص بعد الايه؟ العام. بعد العام. يقول لك شبه حمد خاص بعد حمد عام، لأنه لما حمد المولى تبارك حمدا مطلقا على جميع الفضائل والفواضل. ايه الفضائل والفواضل ده؟ الفضائل جمع فضائل، فضيلة، جمع فضيلة، أما الفواضل جمع فاضلة، زي كاملة جمعها كوامل كده؟ نعم.
يبقى الفضائل والفواضل، يعني انت حمدت الله تعالى على جميع النعم مطلقا، سواء كانت فضائل او ايه او فواضل. طبيعي هي الفواضل، فواضل هي النعم، الفضائل، الفضائل جمع ايه؟ فضيلة. جمع فضيلة. فالفضائل يعني الفضيلة، يعني النعم القاصرة، يعني نعم لا يتعدى ايه اثرها على غير المنعم عليه، يعني قاصر عليك انت. زي واحد مثلا بيصلي بيذكر الله تعالى يحمده على هذه النعم اللي هي قاصر عليه، او واحد مثلا عالم يحمد الله تعالى على علمه، فهذه اسمها نعم ايه قاصرة، يعني لا يتعدى ايه اثرها الى الغير، فهذه تسمى فضيلة. اما فاضلة، فواضل جمع فاضلة، فهي النعم المتعدية، يعني مثلا زي ربنا أنعم عليك أنك تكون معلم، نعمة التعليم، فهذه هي تعدى أثرها. كذلك نعمة الكرم، هذه هي تعدى إيه أثرها. فالنعم التي هي قاصرة يعني عليك أنت فقط لا يتعدى أثرها إلى الآخرين تسمى فضيلة. أما التي يتعدى أثرها على الغير تسمى إيه فاضلة، إذا على جميع الفضائل والفواضل. فالفضائل جمع فضيلة، وهي النعم القاصرة، والإيه والفواضل جمع فاضلة، وهي النعم الإيه المتعدية، يعني ليتعدى خيرها أو يعني أثرها على الغير، فتسمى ايه فاضلة. يلا. وان شئت قلت على كماله وتكميله، حمده بعد ذلك حمدا خاصا. يعني شوف كده كماله، ده ايه ده تبع الفاضل ولا ده الفضائل. اما التكميل فاضل، يعني شوف انت كامل ومكمل لغيرك. نعم. هنا جات الايه الفواضل هنا. حمده بعد ذلك حمدا خاصا، وهو امتثال أمره سبحانه فيما أمر به من الصلاة والتسليم على نبيه صلى الله عليه وسلم على نعمة خاصة. يعني كأنك بعد ذكر النعم العامة ذكرت النعم الخاصة، فلماذا ذكرت الخاصة بعد العام؟ لأهميته وللتنويه به بعظمة شأنه، يعني كأن هذه واحدة زي ما يقولوا الناس العام ده كلها، كأن هذه واحدة فيكم والباقي كله ايه فيكم. نعم. على نعمة خاصة، وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني النعمة الخاصة، الأول قلنا الحمد لله، وبعد كده راح ذكر الصلاة، كأنه يعني عاوز يشكر ربنا على نعمة عظيمة جدا، وهي داخلة أيضا في النعم العامة، ولكنها يعني نعمة وحدها يعني في مزية عظيمة جدا، وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمدا، يعني نعمة البعثة الشريفة، أن الله تعالى لم يذكر في كتابه، لم يمتن كذا علينا يذكر منا إلا في موضعين. شوف يعني لقد من الله على البعث فيه منا، وذكر المنة في جانب الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيعني كل حال طبعا المنة له تعالى، هنا خاصها إيه في الموضعين دول بالذات، لأن المنة بهم إيه عظيمة، إذ لولا البعثة ما عرفنا الإسلام ولا القرآن ولا الإيمان بالأنبياء ولا السمعيات ولا النبوات ولا فكل ده يعني النعمة دي لها إيه جلالتها ولها مكانتها، فلذلك أفردها بالذكر. نعم. وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته به سبحانه الخلق دنيا وأخرى، وخص هذه النعمة بالذكر لأنها أكبر النعم وأعمها وأدومها. يعني لو أنت أقسمت بالله أنه دي أكبر نعمة أو أعظم نعمة تكون صادق، أن الله تعالى قرنها بالإيمان، قد من الله إذ بعث فيهم رسولا، فهذه أعظم من وجودك نفسه.
أنه لولا هذه النعمة حتستوي أنت والإيه والبهائم، ما يكون لك فضل ولا شأن ولا مزية ولا كرامة ولا حقوق ولا شيء. الثاني أنه لما يعني الوجه الثاني أنه لما حمد المولى جل وعلا وشكره على جميع نعمه التي تفضل بها سبحانه وتعالى وأوجدها وحده، شكر بعد ذلك من أظهر سبحانه على يده تلك النعم وأفضاها ببركته على الخلق دنيا وأخرى، وهو نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أهدى أدب عظيم لا ينافي التوحيد، بل هو حقيقة التوحيد، أنك تشكر الله تعالى لأنه مصدر هذه النعم. ثم يجب عليك شرعا أن تشكر من أجر الله تعالى النعمة على يده أو من جعله سببا، وإذا لم تفعل اسمع الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وده حديث صحيح. إذا أنت لم تشكر من أجر الله تعالى النعمة على يديه فكأنك أنكرت الفضل وجحدت النعمة، ولم تشكر الله تعالى وإن زعمت أنك من الشاكرين، لأنه أمرك بشكر من أجر النعمة على يديه فلم تفعل، فكيف تكون شاكرا لله تعالى وأنت عاص لأمره؟ فأوجب الله تعالى علينا، شوف في المقام اللي هو عبادة محض لله، أن نتوجه بتحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن المقام ده مقام صلاة، مقام عبادة لله، فكيف يثنى فيه أو كيف نتوجه فيه بتحية لغير الله؟ أنت عارف أئمة الشافعية والحنفية يقولون إن الصلاة تبطل بخطاب غيره صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لكن إذا توجهت إليه بالخطاب فإن الصلاة ليست بباطلة، بل هذا من الدين، السلام عليك تخاطبه، لكن إذا خاطبت غيره فإن صلاتك باطلة، مع أنك في عبادة لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله تعالى أظهر هذا الدين على يديه وهدانا للإسلام وجعلنا إن شاء الله من أهل رضاه ومحبته وجنته بسببه صلى الله عليه وسلم. مش كده بيقول في الآية، بيقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مش كده؟ وبعدها آخذين منهم لما يلحقوا بهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما كنا عاجزين عن مكافأته صلى الله عليه وسلم من قبل أنفسنا وجب أن نرجع في ذلك إلى مولانا الكريم القادر. يعني رغم أنه صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ومع ذلك نحن في الحقيقة عاجزين عن مكافأته من قبل أنفسنا. يعني واحد مثلا يظن أنه كل يوم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 1000 مرة، هل يظن أنه بذلك كافأ المعروف الذي وصل إليه عن طريق رسول الله؟ كلا، والله لو صلينا عليه بعدد أنفاسنا ما كنا موفين لحقه وما كنا معظمين لقدره، ولكن مع ذلك لا نصلي نحن بل نقول اللهم، فنعلم عجزنا عن مكافأته صلى الله عليه وسلم من قبل أنفسنا. يعني كل النعم التي تصل إلينا فإنما هي بسببه، هو سبب لك وليس هو شريك لله سبحانه وتعالى، بل هو عبد رفع الله تعالى قدره وأعلى مكانته على الأولين والآخرين. عسى أن يبعثك ربك مقاما يغبطه الأولون والآخرون ويؤتى الشفاعة العظمى يوم الدين. فمهما فعلنا فلا نستطيع أن نصل إلى إلى شكره ولا إلى مكافأته على معروفه،
فنرجع في ذلك إلى مولانا الكريم القادر الذي بيده خزائن النعم، فنقول له يا رب أنت تكافئه بما هو أهله، نحن مهما فعلنا لن نستطيع، فلن نستطيع أن نوفي بشرا بما له علينا من حقوق متوجبة وأكيدة، فكيف نكون موفين مع رب العالمين؟ لا نستطيع. ولذلك لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كل الصحابة قالوا ليه حق تقاته؟ طب حنعمل ايه؟ فخفف الله تعالى ونزل قوله فاتقوا الله ما استطعتم، انما حق تقاته. فلا نستطيع ان نشكر النبي صلى الله عليه وسلم حق ايه شكره. انظر إلى العلم اللي عندك، القرآن، المكانة، الرزق، الخير اللي جالك كله، الهداية، السعادة، تجدها كل هذه بسببه أو من بابه أو من طريقه صلى الله عليه وسلم. واضح ولا مش واضح؟ هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ كل حسنات الأمة إنما هي في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي خير يعمله البشر إلى يوم القيامة إنما هو في صحائفه الدال على الخير إيه؟ كفاعله. فلولا أنه كلما دلهم وأرشدهم على ذلك ما فعل أحد من المعروف شيئا. وجب أن نرجع في ذلك إلى مولانا الكريم القادر الذي بيده خزائن النعم، فنطلب منه أن يصلي على هذا النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني مع الأسف يعني يقول لك وأصلي، ما تقولش وأصلي، اللهم صلي، مش أنت لا تسند الصلاة إليك، قل اللهم صلي، لا تقل أنت وأصلي وأسلم، أنت تطلب من الله أن يصلي ويسلم، لأن أهليتك أنت لا تصل إلى أن تصلي أنت، ولكن تطلب. قالوا يا رسول الله علمنا، لما نزلت الآية علمنا كيف نسلم عليك لكن كيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم، ما قلهم شو صلمتوا، قلهم قولوا إيه اللهم، يطلبوها من مين؟ من الله تبارك وتعالى. وأن ينعم عليه بنعم يصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلة هذا السيد عنده. ولذلك لما أنت تقول الصلاة على أو تصلي عليه، يعني ما معنى أن تصلي عليه؟ يعني أن تطلب من الله تعالى أن ينعم عليه بنعم يصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلته. أما البخاري روى عن أبي العالية أن صلاته تعالى، ده الصحيح، ثناؤه المشهور طبعا الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين، مع أن الاستغفار دعاء أيضا، ما يعتبر دعاء من لكن الصلاة المراد بها ليس مجرد الدعاء، ولكن الدعاء بتعظيمه ورفع ذكره في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى وفي أهل المشارق وفي أهل المغارب وعند عرصات القيامة وفي الموقف العظيم. يعني دعاء مقرون بتعظيمه، كده يعني الثناء، صلاته تعالى أي ثناؤه أو التنويه بذكر مقامه عنده سبحانه وتعالى. ولذلك لو أنت قلت الصلاة رحمة يحصل عندك إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، فربنا عطف الرحمة على، فالعطف يقتضي المغايرة، فلا تكون الصلاة هي الرحمة، وإلا نقول عطف الخاص بعد ما ممكن إنما أو عطف تفسير، إنما الأولى أن نفسر ذلك بأنها الصلاة يعني معناها الثناء، يعني اثنوا عليه وامدحوه وعظموه وبجلوه وقولوا فيه ما قلتم، فمهما قلتم لن تستطيعوا أن تبلغوا منزلته وغاية، بس في خطوط ابتعد عنها، يعني دع ما ادعته كما قال البصير، دع ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحكم، فإن فضل رسول ليس له حد. حتقول إيه الإمام ابن الفارض بيقول أرى كل مدح في النبي مقصرا مهما
بالغ المثني عليه واكثره. هتبالغ هتقول ايه؟ قال اذ الله اثنى بالذي هو اهله فما مقدار ما يمدح الورى. انت هتقول ايه بذلك؟ اذا كان يعني مهما قلت هل تقول انه هو الله؟ عارف هي رايك رب النفس قالها. قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فعرف لولا ان هذه آية في كتاب الله لكفر بها اهل الاسلام لانهم يدعون ان محمدا هو الله، ومع ذلك لم يفهم احد هذا الفهم. ولو ان هذه الآية نزلت في حق المسيح لقامت حجة النصارى، تمسكوا بها. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، في دليل بعد كده. ومع ذلك ما ادعى احد ألوهية رسول الله وما عبده احد من الناس قط، مع انهم عبدوا من دونه، عبدوا الحاكم بامر الله الفاطم وعبدوا مشاهد. لكن هل احد عبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زياره قبره الشريف ومع ذلك يدعو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالذين يدعون ان الناس يعبدون القبر النبوي هذا باطل، لانه معناها كانه يقول هذا الجاهل ان الله لم يستجب دعاء نبيه. فاذا كان الدعاء مستجاب معناها ليس وثنا وليس ايه ويعبد، معناها كده كانك تقول ان الله ما استجاب دعاءه. وان يسلم عليه اي يعظمه بأن يسمعه من كلامه الذي لا مثل له ما تقر به عينه وتبتهج به نفسه. يعني ربنا يسلم عليه يعني يعظمه، لأن السلام معناه هنا ايه؟ ثلاث معاني في اللغة. السلام معناه التحية، تحياتهم يوم يلقونه سلام. في معنى ثاني للسلام عارفينه، النجاة. يعني مثلا ايه؟ أنت تذكر اللهم سلمه من الآفات والمصائب، ومعناها نجيه. وقال تعالى فسلام لك. إذا كان السلام بمعنى التحية يتعدى بعلى سلام عليك، لما إذا كان دعاء بالنجاة يتعدى بمن أو باللام، سلام لك أو سلمه منك مثلا، يعني يتعدى بمن أو باللام. والسلام يأتي بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني هنا السلام معناه الانقياد. ولذلك لما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون لم يقل ويسلمون، يعني ما جابش ذكر يسلم في حقه تعالى وفي حق الملائكة، إنما في جانب الأمة أمرنا تعالى بالصلاة وزاد السلام، لأنه السلام في معنى لا يليق أن يضاف إلى الله والانقياد ولا إلى الملائكة، لأنهم ليسوا مكلفين بشرعه، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون، يعني ليسوا منقادين لشرعه، أما الإيمان به فهم مؤمنون. فلأجل هذا ما أضاف الله تعالى السلام إلى إلى نفسه ولا إلى الملائكة، إنما بالنسبة للأمة فالسلام معناه لما يقول اللهم سلم عليه، يعني معناه اللهم سلمه من كل عيب ونزهه عن كل نقص، ولا تجعل يعني إساءة مسيء ولا قدح قادح ولا إهانة أحد تصل إلى مقامه، فهو منزه عن ذلك مهما قال القائل، فإن أقوالهم تنعكس عليهم، الإساءات والرسوم دي كلها لا تنال من مقامه بل تزيده تعظيما، يعني لا تصل إلى الخدش أو جرح منزلته أبدا، بل يعني يزداد الناس تعظيما وحبا له صلى الله عليه وسلم. أو معنى السلام، أو معنى السلام أنك تحييه، يعني كأنك تذكره، أو أنك تنقاد وتخضع لشرعه، فهذا كله مراد في حقك. واضح كده؟ وأن يسلم عليه أي يعظمه بأن يسمعه من كلامه الذي لا مثل له. بالنسبة لله تعالى يسلم عليه يعني يعظمه بأن يسمعه من كلامه الذي لا مثل له، يعني يمدح، يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه يطريه، والإطراء مش معناها
الإطراء في نوعين، في إطراء منهي عنه اللي هو المجاوزة إلى أن تمدح بالباطل، أما الإطراء في نفسه يعني المدح والثناء فليس إيه؟ فليس بمذموم. وذلك الجماعة اللي يفهم يقول لك لا تطروني يا ابني، كمل الحديث يا حرام عليك، لا تطروني كما أطرأ، هذا المنهي عنه يعني صورة معينة، وليس الإطراء نفسه منهي عنه، وإلا كان قال لا تطروني وخلاص. لما قال لا تطروني كما يعني هنا واقع هذا كما أطرت النصارى، إنما الإطراء بمعنى أنك تمدح فيه حتى إلى أن تقوم الساعة، والله ما حتستطيع تقول ما قاله الله تعالى فيه. هل يصل أحد إلى أن يقول إن الذين يبايعونك، هل يستطيع أحد أن يقول وما أرسلناك إلا رحمة، هل يستطيع أحد أن يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ تعالى كده في آية سورة التحريم لو أنت فهمتها، في آية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواج فلما نبأه أظهره وعرف بعضه أعرف، فلما قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم. بعدها يشوف التهديد، إن إيه إن تتوبى سيدة عائشة وسيدتنا إيه حفص، إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، تمام كده. ولذلك هنا الجواب هنا مش فقد صغت قلوبكما، ده مش جواب الشرط، ده لأنه مش كون قلوبهم تصغى هذا ليس إيه ليس مترتبا على التوبة ده، وإنما ده هو بسبب كانت الإيه التوبة. في بعض القراء القدامى كان إيه يقول إن تتوبى إلى الله رحوانا فقد صغت قلوبكم، هذا كلام مش مرتبط بإيه بالذي قبله، يعني في كلام محذوف، يعني إن تتوبى إلى الله فأنتم يعني أهل التوبة لأن قلوبكم إيه مستجيبة، أو قد صغت قلوبكما فتوبى إيه إلى الله، يعني في شيء محذوف في الإيه في الكلام يقدر أو يفسر بما بعده. وإن تظاهر عليه، تظاهر يعني تتآمر تتعاون تشترك كده في مكر أو في كيد أو في إيذاء له، وإن تظاهر عليه، شوف كده الحماية اللي جت له، فإن الله هو مولاه. تمام، هو يكفي يعني وحده الحق سبحانه وتعالى يكفيه من أي أذى أو من أي شيء ينال مقامه أو يؤذيه أو يعني إفشاء سر أو غيره. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هو اللي حيحميه، هو اللي حيرد عنه، هو اللي حيحفظ مقامه. بعد رح قال إيه فإن الله هو مولاه وجبريل، يعني جبريل مشترك إيه في الحماية والنصرة، وليس جبريل فقط، ولم يقل شوف لم يقل وجبريل والمؤمنون، قال وصالح، وهنا أصلا وصالح عشان بس في الرسم مش مكتوب فيها واو، يعني أصلها الصالحين من المؤمنين، لأنه ليس كل مؤمن أهلا أن يدافع عن مقامه أو أن يذود عن جنابه، فشرف الله تعالى أهل الصلاح، أما اللي عندهم إساءة لا خليكم، يعني أنتم أساسا مسيئين فكيف تدفعون الإساءة عنه؟ يقعدين الناس ليه الصالحين وصالح المؤمنين. وبعدين والملائكة بعد ذلك، يعني بعد الحق سبحانه وتعالى وبعد جبريل وبعد الصالحين من المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه معنى ظهير؟ يعني معاون ونصير. وأفرد الله الكلمة، مع أن الملائكة جمع، الملائكة يقول ظهراء أو مظاهرون، إنما قال ظهير لاشتراك الجميع في النصرة، فكأنها نصرة واحدة، فلم يأتي بالجمع. والملائكة بعد ذلك، فهل صدرت هذه الحماية من الله وجبريل وصالح والملائكة، هل صدرت لأحد من العالمين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا هو اللي حيدافع ومعاه جبريل والمؤمنين الصالحين والملائكة جميعا؟ من يصل إلى هذه المنزلة؟ يعني سيدنا حسان بن سعد يقول روح القدس بس معاك، أهجوهم إيه وروح القدس ينافع، روح القدس، إنما شوف بالنسبة لما تعلق الأمر برسول الله برب العالمين نفسه وجبريل ميكائيل والملائكة، كلمة الملائكة دخلت فيها إيه جبريل وميكائيل وإسرافيل وكل إيه الملائكة، ولكن شرف الله تعالى جبريل بالذكر وحده لأنه رئيس إيه الملائكة. فإذا دخل الرئيس يبقى من باب أولى يدخل مين؟ المروس.
الثالث أنه لما صدر عنه الحمد لله رب العالمين وكان ذلك مقتضيا لمعرفة توحيد مولانا جل وعلا ومعرفة ما يليق به من أوصاف الألوهية على حسب ما مضى تقريره. ما تقولش على حسب، على حسب، سكن السين. حسب، حسب دي اللي هو ايه؟ الحسب والنسب، مش كده؟ لحسبها، واضح؟ جاينا الحسب اللي هو المفاخر يعني، النسب اللي هو الآباء. ايه يقول لك مولان ده له حسب ونسب؟ ايه نسب؟ يعني نسب يعني عراقة، ليه اصل يعني من ناس، وله حسب يعني له مفاخر يعددها ويتميز بها. انما هنا على ايه؟ على حسب. ومعرفة ما يليق به من اوصاف الألوهية على حسب ما مضى تقديره. شكر بعده من اوصل سبحانه على يده النعمة العظيمة، إذ الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانوا يمدحون غير الله تعالى من الأصنام وغيرها. ما هو قال كذا قبل مبعثه، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يمدح الأصنام ويتوسل باللات والعزة وإساف ونائلة ومنات الثالث، تلك إذن قسمة دي. كل ده ولا حد، يعني هو أنقذهم من الجهالات والكفر والضلال والبدع والشرك. إذ الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانوا يمدحون غير الله تعالى من الأصنام وغيرها، ويضيفون على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمة ويضيفون على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمه تبارك وتعالى وأنواع تربيته إلى غيره من الأسباب العادية. نعم. فلما بعث نبينا صلى الله عليه ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يضيف على سبيل الحقيقة. خذ ذلك، ما احنا يجوز أن نضيف إلى غير الله تعالى، يعني مثلا نقول لك نعمة فلان، يعني نعمة أنعم الله أنعم بها فلان عليه، يقول لك أنت إيه ولي نعمة، مش كده؟ لا، يجوز هذا أن تضيف النعمة إلى غير الله، لأنه هو سبب، هو يعني مثلا يعني مظهر لها، ولكن ليس على سبيل الحقيقة، إنما على سبيل الإسناد للمجازي. أما هؤلاء أهل الشرك كانوا يضيفون النعم إلى غير الله على سبيل الحقيقة، هذا لا يجوز، لأن الفاعل والمؤثر الحقيقي هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن نضيف مثلا، تقول مثلا إيه رزقني فلان مالا، ما في القرآن كذا، ولا تؤتوا الكفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم منها أكثر. ارزقوهم يعني انت 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 رازق، ربي قال والله خير الرازقين، يعني هذا يعني يجوز، بس على سبيل المجاز، بل يجوز اسناد الخلق الى غير الله على سبيل المجاز. اذ تخلق، سيدنا عيسى يقول اذ تخلق، يعني سيدنا عيسى خالق، ربي قال فتبارك الله احسن الخالقين، يعني في خالقين غير، ايوه في خالقين غير الله، بس خالقين هي مجازا مش حقيقه. يعني ايه الخلق في القران؟ ورد على ثلاث معاني. الخلق بمعنى ايه؟ بمعنى الايجاد من العدم، وهذا خاص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره. والخلق بمعنى التقدير، يعني التحويل، يتحول شيء الى شيء اخر، ورد في سوره المؤمنون بهذا المعنى، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة ثم جعلنا ثم خلق، يعني بيحول حاجة إلى اسمه خلق، ده يعني خلق كل شيء فقدره تقديرا. والخلق بمعنى الكذب، فأنت أنت أكبر خالق، أكبر خالق في إيه؟ في قوله تعالى وتخلقون إفكا، فأنت أكبر خالق في الموضوع ده، اللي هو تخلق إيه؟ الكذب، ما هو خلقه خلق تخلق إفكا. مش قال ربنا قال وتخلقون إيه؟ إفكا، إن هذا إلا اختلاق، يعني ده مش خلق بس، ده زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يبقى ثلاث معاني، الخلق بمعنى الكذب، والخلق بمعنى، وإحنا كلنا خالقين في المعنى ده، والخلق بمعنى الجعل، الجعل، وهذا هو المراد في سورة المؤمنون. وإذا واحد يستغرب يقول كيف تبارك الله أحسن، هو في خالق غير ربنا؟
ايوه في، بس ايه يعني معناها سيدنا عيسى خالق بالمعنى الثاني، يخلق من الطين، يعني لم يخلق الطين ولم يخلق الضيف ولم يخلق الهيئة. قالوا تخلق من الطين، يعني الطين لم يخلقه عيسى كهيئة الطير. طب الطير لم يخلق عيسى، طب الهيئة التي صور الله عليها الطير لم يخلقها. أما عيسى شوف كيف، شوف لم يقل الله تعالى تخلق من الطين هيئة الطير، قال كاف، شوف الكاف معناه ايه، يعني هو بس فقط شكل الصورة ومش من عنده، ده الصورة موجودة خلقها الله تعالى، يعني شاف في الطير الذي خلقه الله فعمل زيه صورة زيها. نعم. وضربه نفخ الروح، قال لا مش بتاعتك انت، تنفخ فيه فيكون ايه طيرا بإذن ايه بإذن الله تعالى. واضح؟ يبقى هنا الإسناد إلى غير الله تعالى جائز، بس ايه مجازا. سيدنا جبريل عمله، سيدنا جبريل كان دارس بلاغة وفاهم العلوم الأزهرية، لما راح للسيدة مريم عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب. شوف سيدنا جبريل أنا اللي أهب لك الغلام، بس ده إسناد إيه؟ مجاز. في علاقة هنا تبين إن في قرينة، قال إنما أنا رسول، والرسول لما يجي يقول لك على شيء يبقى معناها من قبل المرسل. وذلك لما يجي القرآن ده كلام مين؟ كلام الله. لما يجي آية يقول لك إنه لقول رسول كريم، ده القرآن ده كلام جبريل، تستغرب قول رسول، قال لك ما هو هنا جبريل رسول يعني بيبلغه عن الله، ففي علاقة لنا كلمة إيه رسول، تنفي أن يكون الكلام من نفس جبريل أو من تلقاء نفسه، وإنما هو يبلغه، إلا إيه معنى كلمة رسول؟ لما أجي أنا أبلغك وأقول لك إيه هذا الكلام تزعل مني، أقول لك والله أنا رسول، يعني مش أنا اللي بقول ده، أنا ببلغ. واضح؟ فلما بعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عرفهم أن لا يجوز أن تسند أي شيء لغير الله مع اعتقاد أن المؤثر وأن الفاعل هو الله تعالى. نعم. يجوز تقول رزقني، تقول شفاني الطبيب، احنا بنقول كده تعلمنا في الله، ولك أنبت الربيع البقلة، مع أنه الذي أنبت هو الله، لا ربيع ولا خريف ولا، مش ده مجاز ده. وذلك إذا ما فهمناش المجاز هنقع فيه إشكالات عقدية كبيرة جدا. فلما بعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عرفهم أن الحمد لا يستحقه على الحقيقة إلا الله تعالى، إذ لا كمال قديما ولا حادثا إلا له، يعني المستحق في الحمد على الحقيقة هو الله، أما غيره تعالى فيحمد إيه مجازا، مجازا لأنه إيه سبب أو لأنه مظهر. وأنه هو رب العالمين وحده، وبلغهم قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم. ولذلك لما يأتي الإسناد في شيء من خصائص المولى تبارك وتعالى ويسلده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه زي الهداية أو زي مثلا يعني قبول التوبة أو أي شيء آخر، فاعلم أنه من هذا الايه من هذا القبيل، لأن الرسول هو ايه الذي دعا إلى هذا ايه الدين، وهو الذي أسس هذا التوحيد، فلا يكون أحد منا أشد حرصا على التوحيد من رسول الله، ده هو اللي ربنا بعثه عشان هذا الدين وهذا التوحيد، فكيف تكون أنت أفهم أو يعني عندك الأمر. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمات في ظاهرها يوهم إسناد الأمر إلى غير الله، ولكن إسناد إيه؟ إسناد مجازي، والقرآن فعل ذلك، يعني مثلا يسند الأمر إلى العباد تارة، ومرة يسنده إلى الفاعل الحقيقي. ألم يسند الله تعالى الوفاة إلى نفسه؟ الله يتوفى مش كده الأنفس، وأسندها في آية أخرى إلى ملك الموت قل يتوفاك، وفي آية ثانية توفته رسلنا، قال في تعارض. ونحو ذلك مما هو كثير في القرآن، وقد اختصر ذلك كله في الفاتحة، ولهذا كانت أم القرآن، يعني الفاتحة أم القرآن، يعني أصل الأم، يعني أصل أم القرى، لأن كل ما في القرآن في هذه السورة المباركة.
فتكثر من إيه؟ من ذكرها وتلاوتها، فإنها مجربة لتفريج الكروب وقضاء الحاجات. الرابع وهي رقية، صح أنها في حديث البخاري أنها رقية. الرابع يعني الوجه الرابع، نعم، أن حمد الله تعالى وشكره الذي دخل تحت عمومه دعاء وطلب من المولى الكريم تبارك وتعالى. كيف هنا لحظة؟ الرابع أن حمد الله تعالى وشكره الذي دخل تحت لازم تفهم دخل تحت عمومه دعاء وطلب من المولى تبارك وتعالى لمزيد نعمه بطريق وعده الصادق. السؤال هنا كيف دخل تحت عموم الحمد الدعاء والطلب؟ انت بتقول الحمد لله فكأنه فيها رائحة انك يعني في دعاء، يعني انت عاوز حاجة او بتطلب شيء. كيف؟ وشكره الذي دخل تحت عمومه، يعني الشكر اللي دخل تحت عموم الحمد. أن حمد الله تعالى وشكره الذي دخل تحت عمومه دعاء. نعم، يعني أن حمد الله. أيوة بس دخل تحت عموم، عموم إيه ده؟ شكره الذي دخل تحت عموم، يعني أي الشكر دخل تحت عموم الحمد، لأنه لم يذكر. لا لا، نكمل اللي بعدها. أن حمد الله تعالى وشكره الذي دخل تحت عمومه دعاء وطلب من المولى الكريم. اللي دخل هو الدعاء مش الشكر. الشكر يا مولانا. لا، الحمد والشكر دخل تحت عمومه، تحت عموم الحمد وعموم الشكر دخل الدعاء والطلب. أنا عاوز السؤال بس عندك، كيف دخل الدعاء والطلب تحت عموم الحمد أو الشكر؟ دخل بدلالة الالتزام، لأن كل ما تحمد الله تعالى وتشكره لأنه تعالى وعد لمن يكثر حمده وشكره أن يزيده من نعمه، فدخل الدعاء والطلب بدلالة الالتزام في قوله تعالى لئن شكرتم لا أزيدنكم. قال ما تكثر من الحمد لله زي كأنك عاوز حاجة، يعني بتحمد ربنا على نعمة عاوزها تدوم، أو عاوز نعمة ثانية، أو ربنا يفتح عليك باب رزق ثاني. إذا في طلب وفي دعاء ولا ما فيش؟ في دعاء بدلالة الإيه؟ لأنه يلزم من الشكر أن يكون في مقابل نعمة، بخلاف الإيه؟ بخلاف الحمد، فالحمد يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة، أما الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة. نعم. ولذلك لما يكون مثلا في مصيبة ما ينفعش الشكر، ينفع إيه؟ الحمد أو الصبر. وذلك الرجل اللي جلد الحجاج الساق في 100 جلدة كل ما يجي السياق على ظهره يقول شكرا لك يا رب، يروحوا ده بيديله 100 يزيدوه لحد ما جلدوا 700 جلدة، وفي الآخر قالوا أتدري لي ما زدتكم مكانه 100 فقط؟ قال لا، قال بكثرة شكرك لله، فإن الله تعالى يقول لئن شكرتم لا أزيدنكم. أنت مغفل هنا في شكر، فكل ما تزيد من تشكر تزيد الإيه؟ النعمة. واعتبر هو الجلد نعمة، فبيشكر على خلاص خد. فدلالة إيه؟ الالتزام. فالشكر يكون في مقابلة إيه؟ نعمة. أما الحمد يكون في مقابلة نعمة وفي غير إيه؟ مقابلة نعمة. الرابع أن حمد الله تعالى وشكره الذي دخل تحت عمومه دعاء وطلب من المولى الكريم تبارك وتعالى لمزيد نعمه بطريق وعده الصادق. أهدى اسمها دلالة الالتزام، تأخذها زي أجيب لك آية ثانية. قال تعالى إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور، كده مش رايك أن تعفوا وتصفحوا؟ يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ها؟ بعدين أن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور، يعني معناها يلزم من هذا أن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور، يلزم أنه يغفر لكم، يعني يقول لك أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يغفر لكم لأنه غفور رحيم. هذه دلالة الإيه؟ دلالة الالتزام، يعني دل عليه. نعم. بس دلالة الالتزام كده توجب واجب على الله سبحانه وتعالى.
لا ده تفضلا، يعني حتى لو قلت وجوب ده انما وجوب تفضل وليس وجوب بالمعنى بتاع المعتزله، يعني هو تفضل بهذا فاصبح كانه شيء يعني حتمي او لازم، لانه تعالى لا يخلف ما وعد به. لمزيد نعمه بطريق وعده الصادق في قوله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم، ولهذا ورد في الخبر. خد بالك لئن شكرتم ما جاتش معلقه مثلا في التوبه، يقول لك ايه يتوب الله على من يشاء، شنو في الرزق والله يرزق من يشاء، في الهدايه يهدي من يشاء، في الرحمه يرحم من يشاء، في الغنى برضه فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، في الحكمه يؤتي الحكمه من يشاء، في الملك والله يؤتي ملكه من يشاء. اما في اثنين فقط قطع الله تعالى فيهما دون استثناء، لئن شكرتم لازيدن، ولم يقل ان شاء. وفي الذكر فاذكروني اذكركم، وما قالش ان شاء، يعني عشره هم عشره لو عديتهم من القران، التوبه والرحمه والغنى والهدايه والمغفره كله ان شاء مربوط بالمشيئه، الا ايه الشكر والذكر قطع الله تعالى فيهما. لئن شكرتم لأزيد قطعا، ما فيش يعني تابوا في الذكر فاذكروني أذكركم، واضح؟ نعم. عدهم بالرحمة والهداية والمغفرة والغنى والحكمة والرحمة. ولهذا ورد في الخبر إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا وافضل الدعاء الحمد لله، وافضل في ليه هو جمله يعني افضل في ان عندك نعم ان افضل صح. ولما كانت اجابه ادعيتنا موقوفه على صلاتنا على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اتينا بالصلاه والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم بعد جمله الحمد المتضمن للشكر المتضمن طلب المزيد من نعم الله تعالى، تكميلا تكميلا لهذا الطلب وتكميما لغرض الحامل. يعني عاوز يقول لك إجابة الدعاء موقوفة على صلاتك وسلامك على رسول الله، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء إلا إذا أثنيت وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للحديث بتاع من لم يشكر الناس لم يشكر ايه؟ لم يشكر الله، فكأن الله جعل إجابة الدعاء متوقفة على ايه؟ على حبك وكثرة صلاتك على رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس أن قوله رب العالمين أشعر بأن التربية كلها وهي إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له. عرفنا احنا معنى التربية في الدروس السابقة إنها ايه؟ متعلقة بالحادث، إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد، كان يربيك أن ينقلك من كمال إلى كمال إلى كمال إلى أن تصل إلى الكمال المراد لك، لكذا أنت تربيت. وذلك ممكن تقعد طول حياتك تتربى وما تترباش إلا قبل النفس الأخير، الحمد لله المهم طلعت من الدنيا أنت إيه متربي، بدل ما تتربى ايه هناك صعبه، انما كده يعني ممكن تقعد في حاجه الى التربيه حياتك كلها، لكن اذا وصلت الى المقام المطلوب منك فالحمد لله، ولو وصلت اليه في اخر نفس، المهم بس توصل. الخامس ان قوله رب العالمين اشعر بان التربيه كلها وهي ايصال كل حادث الى كماله الذي اريد له ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، وهذه التربية على قسمين عامة وخاصة، فالعامة التربية بالإيجاد والتنمية والإمداد بالحياة والحواس وغيرها، يعني التربية العامة ده كله بياكل ويشرب ويلا ده تربية عامة اللي هي شؤون الجسد دي. ده راح يقول لك أنا بربي عيالي، بيربيهم يعني بيوكلهم ويشربهم ويغطيهم، هذا اسمه هذا تربية زي كأنه بيربي شوية بهايم، مش هي التربية المقصودة دي، هذه اسمها التربية الإيه العامة أو الجسدية دي. نعم.
ولذلك دي موجودة يعني. مما هو مشترك بين عموم الأجسام والخاصة والخاصة بعد الصلاة الخاصة على قسمين عامة وخاصة. فالعامة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه التربية على قسمين عامة وخاصة. فالعامة التربية بالإيجاب والتنمية والإمداد بالحياة والحواس وغيرها مما هو مشترك بين عوام الأجساد. لا بين عموم. مما هو مشترك بين عموم الأجساد. والخاصة التربية الروحانية للعلوم والمعارف العلمية والعملية وضبط الحركات والسكنات للجري على مقتضاهما. وهذه التربية هي الغريزة الشريفة الموصلة إلى الفوز على مقتضاهما. على مقتضاهما يرجع إلى إيه؟ يعود إلى إيه؟ حركات والسكنات؟ لا التربية الخاصة والعامة؟ المعارف العلمية والعملية وضبط الحركات والسكنات للجري على مقتضاهما. المقتضى المعارف العلمية والإيه والعملية ليجمعها التربية الروحية بالعلوم والمعارف العلمية أو التربية الروحية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية وضبط الحركات والسكن الجري على مقتضاهما. يعني مقتضى التربية الروحية بالعلوم والمعارف والمعارف العلمية وإيه وعملية على مقتضاهما اللي هو العلمية وإيه والعملية. ما ينفعش الحركات والسكنات لأن هي اللي بتضبط بها يعني للجري تعليم الضبط. نعم. وضبط الحركات والسكنات للجري على مقتضاهما. وهذه التربية هي الغريزة الشريفة الموصلة إلى الفوز برضا مولانا جل وعلا والتمتع بما لا يحاط بوصفه من نعيم الجنان أبد الآباد. يعني هذه هي التربية المقصودة بقوله تعالى رب العالمين، يعني يربيهم لكي يوصلهم إلى الفوز برضاه والتمتع بما لا يحاط بوصفه من نعيم الجنان أبد الآباد. هذا هو المقصود، ليس المقصود التربية بالمعنى إيه العام، وإن كانت إيه متحققة أيضا، لكن ما هو المقصود بالتربية؟ ليتوصلك للهداية وتوصلك للسعادة في الدنيا والآخرة اللي هي بالمعنى إيه الخاص. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه التربية الخاصة لا تحصل لأحد من أهل الأرض إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني التربية العامة تحصل كده إيه يعني بحسب الفطرة بحسب أحوال الناس، أما هذه التربية الخاصة لتوصل للفوز برضا الله والنعيم في الآخرة لا تكون إلا على أيدي الرسل. إن الله تعالى بعث النبيين ومبشرين إيه منذرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجعل الحاصل منها على يد نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر. يعني التربية الخاصة دي اللي على أيد الرسل الحاصل منها على يد نبينا هو الأوفر والنصيب الأعظم، يعني ما حصل على يديه يعتبر إيه ما
ما حصل على يد كل الأنبياء والمرسلين قبله بالنسبة لما حصل على يديه، فإنما حصل على يديه يعتبر الكثير، لأن الأمة عدد الأمة الإسلامية أو الأمة المحمدية كم صف عدد أهل الجنة؟ 120 صف، 80 من هذه الأمة. يعني معنى كده التربية والسعادة اللي ربنا سببها للخلق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما حدث على جميع يد الأنبياء والمرسلين قبله. يعني هو وحده أمته 80 صف من أهل الجنة، وجميع الأمم السابقة 40. شوف كم رسول وكم نبي، 100,000 أو أكثر، ولكن لم يتحقق على أيديهم من هذه التربية بالنسبة على أيدي الأنبياء كلهم إلا حوالي 120 صف، 80 بوكام التلت إيه؟ والتلتين مش كده؟ إذا معناها ثلثي أهل الجنة، يعني ثلثي أهل هذا الفوز والنعيم كانوا بسبب تربية سيدنا محمد، والثلث الباقي اشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين قبله. يبقى إذن ده الشكر الذي جرى على يديه يكون إيه؟ شكره أعظم وأوفر. واضح؟ والحاصل منها على يد نبينا الحظ الأوفر والنصيب الإيه؟ الأكثر. يعني كأنه اللي تحقق على يديه من الخير ومن النعم ومن البركات كان هو الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إذا ما قورن بغيره من الأنبياء والمرسلين. وجعل الحاصل منها على يد نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر مع سهولة فيها وقلة معاناة، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني اللي حصل على أيدي الأنبياء والسابقين كان في معاناة وفي تعب وفي مشقة. شوف سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50، شوف اللي آمنوا كام، 20-30 نفر. إنما شوف اللي دخل في الإسلام في 23 سنة وفتحت الجزيرة والبلاد الفرس والروم بسرعة وبسهولة، لم يبذل المعاناة التي بذل غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بل في أنبياء ومرسلين، يعني في نبي يأتي يوم القيامة معه رجل واحد بس آمن بواحد، في نبي يأتي ومعه الرجلان، وفي أنبياء يأتون وليس معهم أحد محدش. لكن شوف ده لما يأتي معه معظم الخلق 80 صف من أهل الجنة، وباقي الأمم كلها من أول آدم لحد سيدنا عيسى 40 صف. الجنة ده يعني يعتبر يعني في يعني مقارنة مفيش. وقال في وصف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد عرفت كثرة من تربى على يده هذه التربية الخاصة وأنهم ثلث أهل الجنة. لسه الحمد لله والله أنا ما قرأتها من قبل كده. فأشرنا إلى تربية مولانا لخلقه التربية العامة، يعني التربية لمولانا، ولكن كانت على يد مين؟ على يد الأنبياء والرسل. فاللي تربوا على يد الأنبياء والرسل كلهم تلت إيه؟ أهل اللي هم تربوا صح التلت، واللي تربى تلت مش الأمة، ده تلت الخلائق من أول ما خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة. تلت المهتدين من الخلق أجمعين كانوا بسبب الأنبياء السابقين، اللي هم عددهم يعني فوق 100,000 أو 200,000. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، والغالبية العظمى من هذه الإيه؟ من هذه الأمة. شوف الخير الكبير، يعني انت ربنا شرفك بنعمة لو انت تعرف قدرها لما رفعت رأسك من السجود ابدا. تسجد وما تقوم، مش تموت، مش تموت، يعني تقعد ساجد الى ان يأتيك ملك الموت وبعدين يبعثك وانت ساجد تعود الى السجود مرة اخرى وهكذا. فلا تشكر هذه النعمة العظيمة، ان شرفك الله تعالى بان جعلك من امة هذا النبي، شرف كبير. دور بعد كده على ايه؟
على مال على منصب على ما لاش أي قيمة. ده ربنا اختارك واجتباك واصطفاك بشرى لنا البصيري وكذا معشر الإسلام إن لنا من العناية بك عناية خاصة ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا بضاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فأنت ارفع راسك فوق فوق السماء عند سدرة المنتهى فما فيش أمة أشرف من إيه من الأمة التي إيه؟ تنتمي إليها. فحقق معنى هذا الانتماء بشدة تعظيمك وتوقيرك واحترامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة انتمائك إلى هذا الدين قوي وثابت. هتاخديها من الدنيا مهما جمعت مهما وصلت إلى أعلى. هل هي النهاية؟ ألا تظن أنك مبعوث بين يدي الله تعالى معك ما فيش حل يا إما فريق في الجنة وفريق. فلما تكون يعني في الجنة وتكون في معية سيد المرسلين الذي خلق الله تعالى الوجود من أجله من أجل التنويه بشرفه ومقامه وذكره في العالمين. بعد كده في الإمام الشافعي أدرك هذا المعنى ولما زادني شرفا وإيه وكدت بإيه أخمطي أضأ الثريا يعني كأن حط يعني قدم فوق دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أظن أنت عاوز كنت تبقى من أمة المسيح عليه السلام ممكن عليه الصلاة والسلام بس كان الله أعلم حبيبه على التوحيد على الطائفة اللي هي يعني قال الحواريون فمنهم فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. الله أعلم حتكون أنت مع مين. فأشرنا إلى تربية مولانا لكونه التربية العامة بقولنا رب العالمين وأشرنا إلى التربية الخاصة بذكر أفضل من أجزل الحظ منها على يده بذكر أفضل ذلك مضاف إلى خلاص من يا مولانا بذكر أفضل من أجزل الحظ منها. قلت أفضل أنا سمعتك هو ذا الأفضل البتاع بسجلة يعني هذه لا تعرف الكذب. ولذلك سيدنا سليمان لما جاء الهدهد وقال له إيه وجئت فمن سبع قال سننظر أصدقت ولم يقل أم أنت من لأنه لا يعرف الكذب إلا ابن آدم قال له أم أنت قال أم كنت من الكاذبين. شوف كده إنما أم أنت علمت ما اتهمك الكذب لأنه الطير وال لا يعرف الكذب إلا اثنين فقط الجن والإنس بل الجن يعني أصدق شوية. وأشرنا إلى التربية الخاصة بذكر أفضل من أجدل الحظ منها على يده مقرونا ذلك بتعظيمه والصلاة والسلام عليه الله عليه وسلم. وإنما قدمنا في العقيدة وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيد على وصفه بالمولى لأن السيد هو الذي يفزع إليه في كل أمر مهم والمولى يعني هو صلى الله عليه وسلم سيد كده سيد ولد آدم وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة. فهم في القرآن أنه صلى الله عليه وسلم سيد أن الله تعالى وصف من دونه وهذا في البلاغة يقول لك الوصف للأدنى وصف من باب أولى يعني قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا سيد. والله تعالى أثبت السيادة في القرآن حتى للكافر ألفيا سيدها لدى الباب وربنا أطعنا سادتنا وإيه وكبراءنا وابن عامر يقول ساداتنا وكبراءنا. فالسيادة دي معناها التقدم والرفعة في الدنيا إما بحق وإما بباطل وهو صلى الله عليه وسلم ثبتت له السيادة حيث لا سيد ولا مسود ولا ملك ولا مملوك حيث السيادة المطلقة لله تعالى وحده
في اليوم الذي يقول الله تعالى فيه لمن الملك اليوم، في هذا الموقف يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، يعني يوم تسقط كل السيادات وكل الألقاب وكل الوجاهات والزعامات، ومع ذلك لا تسقط سيادته صلى الله عليه وسلم. هذه من باب أولى في الدنيا، لأنه في الدنيا قد ينازعه فيها الملوك، ملوك الدنيا والحكام، أما في الآخرة فالجميع يقر له صلى الله عليه وسلم بالسيادة. والسيادة دي يعني سادة من العرب، يعني ممكن يكون واحد زاني، يكون واحد فاسد، ولكن يقول لك: ما ساد كذوب قط. يبقى إذن السيادة ثبتت له صلى الله عليه وسلم في السنة. حتى الشيخ أبو غدة كان عامل كتاب كده في الآداب للواحد، يعني كيف يكون مؤدبا في الذكر كده، أدب العبادة أو أدب المسلم. فبيقول يعني هذا الحديث الشريف الذي يذكر السيادة يبقى زاد على إيه؟ على غيري أو على من لم يذكرها، زاد بيه بالأدب وزاد بالصدق وقوة الإيمان، لأنه صدق قوله صلى الله عليه وسلم: أنا هذا خبر، وخبر عنه في يوم القيامة. فالذي يذكره ويضيفه عند اسمه صلى الله عليه وسلم فإنما هو من إيه؟ ممن تحلى بالأدب والصدق معه صلى الله عليه وسلم. فتقول كده: اللهم صل على وسلم على سيدنا، تقدم السيادة وإن كانت لم ترد في المأثور، ولكن الذكر بها أو الصلاة بها تأدبا. لأن كثيرا من أهل العلم قالوا إنه تحقيق الأدب أولى من امتثال الأمر. ليه؟ لأنه فيه امتثال الأمر وزيادة. يعني في أمامك حاجتين: امتثل الأمر، يعني مثلا قلت لك اذهب إلى فلان، قل له مثلا، ذكرت لك اسمي مجردا، لا أقول لك قل له الأستاذ أو الشيخ فلان. فأنت إذا فعلت هذا يبقى أنت امتثلت الأمر، لكن إذا قلت يقول شيخنا أو أستاذ يبقى أنت امتثلت الأمر وزيادة. فعشان كده الأدب، وذلك هذا ورد في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة في مرضه الأخير وخرج وجد سيدنا أبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أراد أن يتأخر فأشار إليه: أثبت، يعني خليك مكانك وأنا حصل لي مأمون. والحديث في البخاري. ولكن الصديق رضي الله عنه لم يمتثل بل رجع، راح رجع. ولما رجع عمله قال: ما منعك إذ أمرتك أو مأت إليك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. شوف راعى الأدب. إذن أخذ العلماء من هذا أنه إيه؟ مع أنه لو ثبت لكان ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي والصحابي اللي علم الرقية فقال: يا سيدي، يا سيدي الصحابي كده، وصالحة الرقي؟ قال: نعم. فإذا ذكر السيادة تحقيق أدب وتثاب عليها، وعبادة وليست بدعة، ده عبادة تثاب عليه، لأنها واردة بالنصوص، بالنصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيل انت من الآية وسيدا وحتين لهنا وسيدا، طب مقام مين الأعلى؟ مرتبة مين الأكمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ثبتت لسيدنا يحيى عليه السلام فكيف لا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث بتاع لا تسيدون ده باطل، لا يصلح، لأنه في خطأ في اللغة. لو كان صحيحا لقال لا تسودوني. فتحقيق السيادة أنت مطلوب به في الصلاة وغيرها، على اختلاف في أنه يعني الامتثال بما هو وارد أولى، ولا زيادة، لأن ثابتة بنص أيضا، يعني هذه ثابتة بنص وهذه ثابتة، فلا تأخذ الحكمة من نص واحد وتترك النصوص الأخرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ أما ده نص، ده نص،
يعني اللي خليك مثلا متمسك كده اللهم صل على محمد، عشان قولوا اللهم صل على محمد. طب النص الثاني انا سيد الناس، ده نص وده نص، اضف هذا الى هذا وخذ الحكم من النصين معا فتخرج به بفائدة عظيمة او بالكمال، ولا تكون مخطئا ولا غير ذلك. لانه يعني مجرد ذكره كده بدون يعني ذكر السياق فيها شيء كده من الجرأة او من يعني مش عاوز اتهم حد، بس فيها شيء كده من الجفاء كده وعدم التوقير. والله تعالى امر بذلك، قال وتعذروه وتوقروه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. فده فيها يعني كيف تسمح لنفسك، يعني في بعض الناس قال انا لا يمكن يطاوعني لساني ان اذكره بدون لفظ الايه السياق. هل أذكر التسبيح بالأذان؟ نعم التسبيح بالأذان، لا الأذان عشان ما نفتحش باب كذا إجماع الأمة. أنت في الصلاة بينك وبين ربنا هتمسك ميكروفون تقول اللهم صل على سيدنا، بخلاف الأذان ده اقتصر في الأذان على ما يؤذن به، يعني لا تحدث فتنة إلا هو يعني مستحب. في بعض العلماء ألف فيه استحباب ذكر السيادة في الأذان والإقامة، موجود مؤلف وحققه سيدنا الشيخ علي جمعة. ولكن إيه إذا كان في زي بلاد المغرب أو في بلاد يذكرون السيادة، إنما إذا كان الناس اعتادوا، لكن تعرف العوام والجهل وكذا نفتح باب للنزاع ليه، خليك كده وخلاص. وإنما قدمنا في العقيدة وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيد على وصفه بالمولى، لأن السيد هو الذي يفزع إليه في كل أمر مهم، والمولى هو الناصر. يعني السيد يفزع إليه في كل أمر مهم وهو مقدم. السيادة معناها إيه؟ التقدم، سادة يعني شرف وعظم، فيفزع إليه. طب يجي واحد يقول لك يعني يفزع إليه، طب ولماذا لا يفزع إلى الله؟ يا أخي ربنا جعله يعني للناس يفزعون إليه، يعني إذا كان عندهم أمر يذهبون إليه. أليس في الموقف العظيم في الآخرة يفزع الناس إليه ويذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا في حديث الشفاعة؟ فلماذا لم يكفر الأنبياء أهل الموقف ويقولون لهم وقعتم في شرك عظيم، توسلوا وقولوا يا رب. بل كل نبي مش يقول لهم قولوا يا رب، يقول لهم روحوا لإيه للنبي الثاني، يعني يبعثهم لشرك ثاني يقول لهم إيه. فده معنى إيه؟ والمولى هو الناصر. ولا شك أن الفزع في المهم إلى السيد يكون أولا، ونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمه يكون ثانيا بعد فزعه إليه. ولا شك أنه أن السيد هو الذي يفزع إليه في كل أمر مهم. أنت لما يحصل حاجة مهمة تروح لمين؟ لسيد البلدة، للرئيس يعني. والمولى هو الناصر. ولا شك أن الفزع في المهم إلى السيد يكون أولا، ونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمة يكون ثانيا بعد فزعه إليه. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا بما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم من أنواع الهدايات. أنا رأيت بعض الناس يكتب كذا كأنه يريد أن يكفر الإمام البصيري في قوله في البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يقول لا حول ولا ما لي من ألوذ به سواك، طب أين رب العالمين؟ ولم يفهم هذا الغبي الجاهل في أول، يقول لك يا أكرم الخلق، الكلام هنا في الخلائق يعني في المخلوقات، يعني فأخرج رب العالمين من الدائرة وكلم يا أكرم الخلق، يعني وصفه بأنه مخلوق وليس بخالق. إذا كيف نأتي بإيه؟ لأننا نقول لماذا إيه لم يقصد رب العالمين؟ ما الله تعالى جعله سببا في ذلك. يعني مثلا أنت جاء لص إليك وتسلق على البيت، بمن تستغيث؟ تقول يا جيران ولا تقول يا رب؟ تقول يا رب حيخلي اللص يقتلك، لأنه شرعت لك إيه الاستغاثة بإيه بالأحياء من أهل الدنيا.
وشرع لك المعونة من الايه من الناس، فلماذا هنا لم تتمسك؟ يعني في بعض الناس ايام ما كانت الوهابية على اشدها راحوا كانوا يسافرون بالابل يروحوا المدينة المنورة، وكان عادة ناس كثير من اهل مكة اذا ذهبوا الى المدينة بالمطايا دي يتركوها، يعني يحرم ركوبها تاني، يقول لك اذا المطايا بلغن بنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام، قربننا من خير من وطئ الثرى فلها علينا حرمة وذمام. يعني يقول لك يعني اصبح يعني المطايا دي لها يعني اعتقوها خلاص، انها وصلتهم عند مين؟ عند خير البريد. فواحد من الجماعة الجاهل الوقحين دول الوهابية يقول للرجل لماذا إيه تستغيثون او تقولون يا رسول الله هذا شرك لا يجوز، فالرجل إيه من العوام لا يدري ما يقول، يعني لا يعرف شرك، ده هو محبة وهذا مفزع الخلائق، وقد امر الله تعالى بالاستغاثة والتوسل به في الآخرة فكيف لا يكون في الايه في الدنيا. فأراد هذا الرجل أن يقيم دليلا للرجل العام على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا ولا كذا ولا كذا، لأنه يعتقد أن الرجل مشرك وهذا الشرك في وهمه وفي خياله. فأمسك العصا وقال للجمل أتوسل إليك بحبيب الله برسول، قاعد يثني على النبي صلى الله عليه وسلم عشان الجمل ينهض ويقوم فلم يتحرك، فراح مسك العصا وضرب الجمل فقام، فقال أعلمت أن العصا تنفع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع؟ قلت له يا فالرجل هذا كان ربنا وهبه كذا فطرة كذا وحسنه، فأمسك لي العصا قال له يا جمل بحق الله تعالى أن تنهض وتقوم، فلم يقم الجمل، فلما ضربه بالعصا قال إذا فالعصا ليست أنفع من رسول بل هي أنفع من الله. قال له إنه أنا عندما قلت له بالله عليك لم يقم. الموازين لا يعرفون الأخذ بالأسباب ولا يفرقون بين السبب العادي ولا السبب العادي. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق. مرة كان عندنا الشيخ هنا كان في الأزهر كان حجة كده جاي ربنا زاده بسطة في العلم والجسم كان ضخم كده، وكان حججه قوية يصدم الجماعة الوهابية كده صدمة قوية كده. راح مرة الحج هي مرة ما فيش غيرها راح، فقعدوا يجادلوا معاه في المسائل اللي انت عارفها دي، فراح قال لهم أنا يعني لا أعرف، هو رأيي كان يعني جد ضخم كده جامد، فقال لهم أنا بس أريد أن أصحح شيئا قرأته عندنا كنا ندرسه في مصر. قالوا ما هو؟ ذكر موضوع دار الندوة لما تآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اللي قال نخرجه اللي قال مثلا نقتله، جابوا اقتراحات حتى جاءهم مين؟ إبليس في صورة رجل من نجد عليه ثياب وكذا، هو الذي أشار لهم بالرأي اللي فيه الدهاء والمكر من كل قبيلة شاب، فيضربونه فيتفرق دمه في القبائل كلهم مع بعض عشان ما فيش واحد يتهم دون الآخر. فمين اللي أشار عليهم؟ جاءهم الشيطان أو إبليس في صورة رجل من نجد، فالرجل يقول لهم أنا قرأت في الكتاب جاءهم إبليس في صورة رجل من مصر أو رجل مصري، فكلهم أنكروا عليه قال لا الكلام ده خطأ، قال أنا قرأت عندنا، قال لا ما هي؟ قالوا في صورة رجل من نجد أو نجدي، قال يعني الشيطان لم يجد أحدا من أهل الأرض يأتي في صورته إلا أنتم، يعني لم يأتي مثلا في صورة رجل حبشي ولا مثلا رجل أوروبي، ولكن جاء ليه ما الحكمة في ذلك؟ ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا بما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم من أنواع الهدايات حتى تركهم على المحجة البيضاء التي لا غبار عليها،
ومفزعهم وناصرهم في الآخرة. في الآخرة يعني يعتبروا في الدنيا ضلال وشرك وابو في الآخرة نعمل ايه؟ في حد ده رأيك عارف المشرك؟ المشرك يوم القيامة مش هيبقى مشرك، خلي بالك المشرك في الآخرة هيوحد، مفيش حد هيبقى كافر في القيامة، كله هيؤمن، بس خلاص مش هينفع الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا، وانت فاكر الكافر هيقعد معاند في الآخرة ويقول في شريك، خلاص كله هينكر، هيقول ما عبدناش ولا عملناش، هيتبرعوا من الأصنام دي، ولكن هينفعهم. يبقى معنى كده انه مفيش في الآخرة حاجة اسمها شرك، خلاص انتهينا. اللي انت بتكذب بيه هذه ايه؟ جهنم التي كنتم بها تكذبون. والله مكذب اديك فيها، عاوزيها تاني اكثر من انك فيها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفروا. يعني هي يعني هل يكون هناك تكذيب في الآخرة؟ مفيش. ومفزعهم وناصرهم في الآخرة إذ له المقام المحمود هنالك، والشفاعات المتكاثرة المشفعة، والمقالات المسموعة، والسؤال الشفاعات المتكاثرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى. عارفين الشفاعة العظمى اللي هي تكون في فصل القضاء، وهذه الشفاعة العظمى لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم للكل. أما هناك شفاعات أخرى، يعني شفاعة مثلا في زيادة الدرجات، شفاعة في إخراج الموحدين من النار، هناك شفاعات كثيرة معدودة 5 أو 7 أو أكثر، ولكن الشفاعة العظمى اللي هي تكون في فصل القضاء. لكن السؤال هنا الشفاعات المتكاثرة المشفعة، يعني شفاعة المقبولة، اشفع ايه؟ تشفع. فالمشفعة يعني المقبولة، هو شافع مشفع. ايه معنى مشفع؟ يعني شفاعته مقبولة. نعم. المقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى، ان الله تعالى يعطيه الشفاعة العظمى في فصل، هذا هو المقام المحمود. نعم. سمعت على الشيخ ابن تيمية قال محمود نجعل ربنا أجعل رسول الله معه على عرش. لا، هذا تجسيم وتشبيه وحاشا لله تعالى. والمقالات المسموعة، والسؤال المعطى، والجاه الأعظم، والمنزلة العليا. نسأل الله تعالى أن يهب لنا نصيبا وافرا من النفع بسيادته وجاهه الأعظم دنيا وأخرى. ومعنى خاتم النبيين أنه آخرهم. خاتم تقرأه كده، خاتم بالكسر أو خاتم بالفتح. ومعنى خاتم النبيين أنه آخرهم، وبه كمل عددهم الذي هو 124,000. دي إشارة إلى ما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة ابن حبان ومسند الإمام أحمد وفي الطبراني، أن عدد الأنبياء في حديث أبي ذر رواه الحاكم أيضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عددهم فقال 124,000، وفي رواية 100,000. وطبعا هذا إيه؟ لا يؤخذ على سبيل القطع به، لأنه خبر آحاد، لربما ندخل فيهم من ليس منهم أو نخرج منهم، إذا لا نعتقد عددا معينا، بل نؤمن كده إجمالا بكل نبي ورسول بعثه الله تعالى، سواء علمنا اسمه أو خبره أو لم نعلم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليكم، فنؤمن لكن لا نعين عدد، خشية أن يكون هذا العدد ليس مقطوعا به، لأن العقائد لازم يكون الخبر فيها قطعي متواتر. فلا نبي بعد، ومن لازمه ألا رسول بعد. أما لا نبي بعد فهذه طبعا مصرح بها في القرآن والسنة. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني معنى هذا أن النبوة ختمت به، فلا نبي بعده، ومن لازمه لا
لا رسول بعده. لماذا من لازمه؟ لأن النبي أعم، والقاعدة تقول كذا، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا عكس، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأخص نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. يعني إذا نفي العام فهذا يلزم منه نفي الخاص، أما العكس لا. إنما إذا أثبت الخاص مش نفي، فهذا يلزم منه إثبات الإيه؟ العام. إثبات العام. وذلك بعض الناس يدعون الآن، شوف كده حديث البخاري، لا تقوم الساعة حتى يخرج قريبنا من 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. يعني كأنه الذي يدعي النبوة لكذبه لا يقول إنه نبي، إنما يدعي الرسالة حتى لا نصادمه بالنص وخاتم النبي، يقول لك لا ده أنا رسول، والذي ختم في الآية هو النبوة. فقل له تعالى أنت لم تدرس في الأزهر الشريف ولم تعرف أن القاعدة تقول إن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، يعني إذا انتفت النبوة فهذا يلزم منه انتفاء الرسالة. هو ما يفهمش القاعدة، فروح يقول لك حتى الحديث عبر 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله وليس نبي. ليه؟ نفي الأعم يستلزم إيه؟ نفي الأخص ولا عكس. فالآية يقول وخاتم النبي، مين الأعم؟ أيهما أعم؟ نبي. لأنك تقول كده كل رسول نبي ولا عكس، مش كده؟ يبقى الرسول أخص والنبي إيه؟ أعم. نعم. يلا يقول لك يرفع الصوت. طب صوت ماشي فين ال... لا يريدون رفع الصوت، ولكن اين الشيخ محمد احمد فين؟ خليك انت ما تمشيش انت بعاف الكتاب. ومن لازمه ان لا رسول بعده لان النبي اعم. ومن لازمه يعني من لازم ختم النبوه ختم الرساله، لان النبوه ايه؟ أعم، الرسالة أخص. إذا ختم الأعم يلزم ختم ليه؟ أخص. نعم. ومن لازمه أن لا رسول بعده لأن النبي أعم من الرسول على الصحيح، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. النبي أعم من الرسول ليه؟ لأنه كل كده عشترك الأعم والأخص، كل رسول نبي. لكن في نبي مش رسول. نعم. يبقى معناها إذا كان رسول يبقى لازم يكون نبي، لكن من الشرط انه اذا كان نبي يكون رسول. يبقى مين الاعم؟ النبي. والاخص هو ايه؟ الرسول. نعم. فكمل سبحانه وتعالى لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي تفرقت في الانبياء والرسل قبله، وشرف شريعته السمحه بان جعل احكامها متصله بالاخره لا ناسخ لها ولا مبدل لها. يعني كمل الله سبحانه سيدنا ومولانا محمد جميع المحاسن الذي تفرقت في الأنبياء والرسل قبله. تجد كلام جميل للشيخ فخر الدين الرازي، يقول لك يعني في موضوع إكمال محاسنه صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جمعت فيه محاسن الصفات ومكارم الأخلاق الذي تفرقت فيه. فقال في سؤال كده ذكروا في تفسير الضحى، لماذا أقصر الله تعالى بالضحى؟ الضحى ليه ساعة، ساعة من ساعات النهار، وبعدين جاء في مقابل هذه الساعة بالليل، والضحى والليل، يعني لم يأتي بساعة من الليل في مقابل ساعة من النهار، بل جاء بالليل كله في مقابل ساعة واحدة من ساعات النهار. يعني ايه معنى كده؟ معنى هذا انه ده اشارة انه ساعة واحدة من النهار توازي او تساوي الليل كله، ساعة واحدة. قال كما ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا وزن يوازي جميع الانبياء قبله.
يعني كل اللي تفرق فيهم مجموع فيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله تعالى جمع له صبر نوح وقوته. يعني الصبر اللي كان مع سيدنا نوح والقوة دي مجموعة فيه صبر. ووفاء الخليل إبراهيم عليه السلام ومودته. وبعدين جمع الله له ثبات يوسف عليه السلام وحكمته. وجمع له ثبات أو مثلا ما كان في الكليم عليه السلام وشدته. وجمع له حلم عيسى ورحمته وبساطة يحيى ووداعته وهمة سليمان وشد وهكذا ذكر يعني المزايا اللي هي تنوعت وتفرقت في الأنبياء والمرسلين أن الله جمعها في هذا النبي العظيم. ثم قال وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، ما من فضيلة ولا يعني خلق حميد موجود في نبي من الأنبياء إلا وموجود مثله وزيادة في مين؟ في نبينا صلى الله عليه وسلم. وشرف شريعته السمحة لأن جعل أحكامها متصلة بالآخرة. يعني الشريعة تحته ليست إيه؟ ليست منسوخة، بل أحكام متصلة بعدها الآخرة، لا ناسخ لها ولا مبدل. بخلاف الشرائع السابقة كانت موقوتة بأزمنة الأنبياء، تأتي شريعة أخرى فتنسخ الشريعة التي قبلها. وأطلع أمته المشرفة على مساوي الأمم الذين خلوا وعلى العقوبات التي نزلت بهم. يعني إحنا ربنا حكى لنا وقص علينا قصص الأمم السابقة وبيّن لنا المساوي بتاعتهم زي اللي حصل في قوم لوط كده، حكى لنا الفضائح اللي حصلت منهم واللي حصل في قوم شعيب لكن لم يطلع الله تعالى أمة بعدنا على مساوئنا، لأن احنا آخر أمم بعدنا القيامة على طول، أنا رسول القيامة ونبي الساعة نفس الله. فمعنى كده ربنا ستر عيوبنا عن الأمم التي كانت قبلنا ولم يستر عيوبهم عنا بل حكاها لهم. وأطلع أمته المشرفة على مساوي الأمم الذين خلوا وعلى العقوبات التي نزلت بهم ليعتبروا بذلك ويرتدعوا عن المعاصي ولا يغتروا بالمهلة ومتعة الدنيا كما اغتر بذلك الذين هلكوا قبلهم، فجعلهم مولانا بفضله معتبرين لا معتبرا بهم. شوف كده الميزة، جعلك انت تعتبر فاعتبروا ولم يجعلك معتبرا بك، اما الامم السابقة معتبر بهم واحنا ايه معتبرين، يعني احنا نعتبر بهم ولا يعتبر بنا احد حتى هي بعدين. ومتعظين لا متعظا بهم، واحنا نتعظ بما قصه الله عليه مش كده من الوعظ والارشاد عما كان من اخبارهم لكن لا يتعظ بنا. وشاهدين على غيرهم لا مشهودا عليهم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فاحنا شهداء وليس مشهودا علينا. وأظهر سبحانه وتعالى محاسنهم لمن مضى من الأمم وستر مساويهم، بل نوه المولى الكريم بقدرهم وقدر نبيهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى حكى أو بيّن للأمم السابقة قبلنا المحاسن لكن لم يخبرهم عن إيه؟ عن مساوئنا، حتى تجد في الروايات والأحاديث خصائص الأمة وفضائلها، سأبعث أمة كذا يفعلون كذا، كلها إيه؟ محاسن. ونوه الله تعالى بقدر نبيهم بقدرهم وقدر نبيهم صلى الله عليه وسلم تنويها عظيما. تمنى بسببه كليم الله تعالى موسى أن يكون من هذه الأمة، يعني سيدنا موسى عليه السلام تمنى أن يكون من هذه الأمة مرة كده، تمنى أن يكون هو نبي الأمة، فقال له الحق تعالى يا موسى استقدمت واستأخرت وسأجمع أمتهم الحمادون يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم
وذكر الله محاسنهم لسيدنا موسى، فقال يا ربي اجعلني نبي هذه الأمة. قال لا لا نبي أنا ما. فقال يا ربي اجعلني منهم، منهم تمنى أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالات فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأظهر سبحانه محاسنهم لمن مضى من الأمم وستر مساويهم، بل نوه المولى الكريم بقدرهم وقدر نبيهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنويها عظيما تمنى بسببه كليم الله تعالى صلى الله عليه وسلم أن يكون من هذه الأمة. وبالجملة فنعم مولانا الكريم جل وعلا ومواهبه الاختصاصية التي خص بها نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى لا يمكن إحصاؤها، نسأله سبحانه أن يجعل تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه أن يجعلنا من خيار أمته الفائزين بشرف قربه ومتابعته المتحصنين من كل محنة، من كل محنة وهول وخوف دنيا وأخرى بحرمة محبته وولايته، ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام بس كده ولأجل أنه على دعوة كلام ثاني يعني عشان هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مات أولاده الذكور كلهم قبل أن يكونوا رجالا، لأنهم لو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة لكانوا أنبياء يتكلم عنها بعدين. يعني كل إيه؟ كل أولاد الأنبياء أنبياء كده، ورث سليمان داود سيدنا إبراهيم ابنه إسحاق ابن إسحاق يعقوب ابن يعقوب يوسف هكذا. فلو عاش أولاده الذكور حتى بلغوا سن الرجال الرجال لكانوا أنبياء. وذلك قال تعالى في النبوة ختمت قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. طب ليه من رجالكم بالذات؟ لأنه لا يكون نبي هو غلام طفل، لازم يكون إيه في سن الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. لماذا ذكر ختم النبوة مع نفي أبوته صلى الله عليه وسلم للرجال؟ أن هذه الآية نفت الأبوة عن الرجال ولم تنفها عن النساء ولا عن الأطفال، لأن أولاده كلهم ماتوا في سن الطفولة. يعني ثابت أبوته صلى الله عليه وسلم لأبنائه اللي هو مين؟ أبوه أولاده أولاده كان ثلاثة وكان بنات أربعة، فهو أبو عبد الله اللي هو الملقب به طيب والطاهر، وابنه أبو القاسم وابنه إبراهيم، يبقى هو أبو للثلاثة دول. لكن الثلاثة دول ما كانوا رجال، ما كانوا إيه؟ أطفال. وثابت أبوته للسيدة فاطمة الزهراء وأم كلثوم ورقية وزينب، لكن هؤلاء كانوا رجال كانوا إيه؟ نساء. ولذلك الحكمة في أن أولاده صلى الله عليه وسلم ماتوا كلهم في السن ده عشان ما فيش إيه؟ ما فيش نبوة ثاني خلاص. سيدنا داود لما توفي سيدنا سليمان خذ إيه؟ خذ النبوة. أبناء الأنبياء أنبياء وكده جاء ده الآن عندك في الدنيا اللي هي الزائلة دي، ابن الملك بيبقى ملك، كيف لا يكون ابن الآن مش الملك ده الرئيس، عاوزين يخلوا ابنه رئيس اللي هو نظام جمهوري عاوزين يخلوه، فابن النبي ها نبي. ولذلك شوف كده القرآن كده ماشي على القاعدة دي. فأخذ أو قبض الله تعالى جميع أولاده الذكور في سن إيه؟ سنة ونص سنة، حتى ما كملش خمس سنين عشان ممكن يقول لك يعني لا لسه، قبضوا جميعا. وبناته صلى الله عليه وسلم فيش غير واحدة فقط اللي عاشت بعده، وعاشت كام؟ ستة أشهر بس فقط، ست شهور. يعني ما ينفعش حتى تكون ملكة ولا تكون خليفة للمدة ست شهور على بال ما يتم البيع يكون إيه وفي. ومع ذلك لا يمكن تكون النبوة عندها، لأنه النبوة شرطها يكون إيه
الذكورة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فإذا عاشت البنت بعده فلا شيء في ذلك، لأنه ما فيش مشكلة تعيش حتى ولو ألف سنة، لأنه لا تكون النبوة إلا فين؟ في الرجال، ولم تكن نبيا قط. فعلى أي حال هنتكلم بالتفصيل في موضوع الآية، وكذلك في حاجة ثانية اللي هي الخلافة، أنه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولد ذكر ما قدم أبو بكر ولا عمر، كان قدم من ابن رسول الله، لكن عشان ما يبقاش فيه يعني مجامل ولا في كذا خلاص ما فيش ايه أبناء له، فمش هيقدموا امرأة. فإذا ده سر تاني، لأنه لو كان له ولد ذكر لما قدم عليه غيره في الايه الخلافة. فإذا ده كلام عاوز مرتبط بالايه بالدرس القادم إن شاء الله. هل الرزق مقدر فلا يؤثر فيه سعي؟ ما هو برضو السعي مقدر. يعني إن كان مقدر حياة ساعة حياة ساعة، مش مقدر أنا يعني مفيش حاجة مش مقدرة، كل شيء مقدر، حتى الكيس والعجز، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ فلا يوجد شيء اسمه غير مقدر، لأنه غير مقدر يعني معناها في مقدر آخر قدره مع الله، طالما هو موجود، وطالما الله تعالى خالق كل شيء فلازم يكون مقدر كل شيء. فلا نقول إنه هل الرزق مقدر فلا يؤثر فيه سعي؟ طبعا السعي يؤثر لأنه مقدر. وهل لو يعني معناها إذا لم نسعى للرزق والله تعالى جعله مربوط بالإيه بالسعي والأسباب، فإذا لم نسعى لا يأتي له الرزق، لأنه إذا كان مقدرا على السعي فلا بد أن يكون معه سعي، وإذا كان بدون سعي فسيأتي من غير سعي، وهكذا. فالمسألة كلها إيه مقدر على بعضها. وهل لو لم توافق فتاة، اقرأ شوف توافق ولا توافق فزي برضه هل لو لم توافق فتاة على عرسان عرسان قدر الله؟ إذا وافقت فهو من قدر الله، وإذا لم توافق فهو من قدر الله. فقدر الله عليها أنها لم توافق، وقدر الله على سيدنا عمر لما راح الشام قالوا له إيه في مرض، راح فر لله من الخلص مرض الطاعون، فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ فقال إلى قدر الله. يعني مثلا ده قدر الله وده قدر الله، والفرار نفسه قدر من الله، ولو بقيت برضو قدر من الله تعالى. فأنا مش عارف إيه المقدر عليه، فالمقدر عليه أنا اللي هعمله، اللي أنا هعمله هو ده المقدر، ولن أعمل غير المقدر، لأن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يفعل إلا إيه ما قدر عليه. فهل هنا هل هذا من قدر الله وهي غيره؟ مش عارف برضو، لازم ترجع الورقة تاني، يريد أن كتبوها بالإنجليزية كي الترجمة أسهل. نحن عايزين نجيب مستشارين. مقدر لها الزواج إلى أن توافق، هل إلى أن توافق هي من تلقاء نفسها؟ أمر بالنفس أو كل شيء مقدر، الله خلقكم وما تعلمون، فيش حاجة من نفسه، لأنه إذا قدر الله تعالى أن توافق توافق، وإذا قدر أن لا توافق لا توافق، هذا مقدر وهذا مقدر. في حديث إيه لا يرد القضاء إلا الدعاء، كده واحد يقول لك كيف يرد الدعاء وهو أيضا من القضاء، الدعاء كده من القضاء، يعني معناها يرد القضاء بقضاء، معناها كده القضاء هو اللي يرد ليه القضاء. خلاص حد تاني معاه. هذا محمد إذا ورد لفظ سيدنا محمد في الصلاة، هل نصلي عليه في الصلاة؟ تصلي في، إذا واحد يقرأ مثلا يا أيها النبي صلي في نفسك،
تقول اللهم صل، او بصوت ايه لا يسمعه غيره بنفسه. يعني اذا ايه فيها ذكر الجنه ممكن تدعو ذكر النفس، لم تصل على ذكر الحق سبحانه وهكذا، فلا تخرج من الصلاه. نعم. وسيدنا ابراهيم قال اني جاعلك للناس اماما، قلنا الامامه اربع اشياء، يا اما امامه وحي، امامه وحي كده، قال اني جاعلك للناس اماما، او امامه علم زي الامام ابن تيميه. يلا الامام الاشعري، الامام الاشعري، او امامه عباده زي بين حصل بين العجل امام، مش كده؟ وإمامة مصلحة اللي هي الإمامة العظمى والخلافة، كلها اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إبراهيم لما قال إني جاعلك رب، إني جاعلك للناس إماما، يعني هنا إمامة الوحي، قال ومن ذريتي، النبوة المقصود بها النبوة، لأن الإمامة في اللغة معناها التقدم. قال لا ينال عهد الظالمين، فكأنه إيه سبق في علم الله أنه من الظالمين، فهو لا ينال هذه المرتبة، فخرج بهذا الدليل. والله تعالى قال لسيدنا نوح إنه ليس من أهلك، كده يعني معناها أهلك اللي هم المؤمنين به، أما هذا الذي كفر بك ولم يؤمن فلا يستحق أن يكون من أهلك. وليس معناها إنه ليس من أهلك يعني هو ابن حرام، لا لا، هو ابنه، ولكنه لأنه كفر وجحد به فلا يستحق أن يعني لا يكون أهل إلا من ينتمي إليك في الدين. وذلك شوف جاب كده إنه عمل غير صالح، عللها بالإيه؟ بالعمل. يعني الأهلية الحقيقية أو هي أهلية الإيمان وليس أهلية النسب الحقيقة كده. مين؟ إيه أحكام حكم العقل، أحكام حكم العقل الناقة يا مولانا، الناقة عندما نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام، أو أن يوصلوهم المدينة خلاص. كانت العادة دي موجودة، وحكاها لي الناس من أهل مكة، قالوا كل ما يروحوا يتركوا الركائب يتركوها سائمة. قربننا من خير من وطئ الثرى فظهورهن على الرجال حرام، يعني خلاص اصبحوا دول ايه لله تعالى. لكن بيشتروا جديد ويرجعوا، كان بيشتروا جديد او مثلا يرجعوا، يعني الله المهم هو ما قاليش حكايه الرجوع دي. زي واحد قال واحد انا اسافر معاك على تروح معاي سفر اخذك على حسابي، كل رجوع يعني اروح على ايه؟ على حسابك في الروح، في الرجعه اجيبك على حسابي انا. فلما وصل البلد قال انا مش راجع، مش هرجع تاني. قال انت حر، المهم انا شرطت اذا رجعت حجيبه، لكن انا مش هرجع خلاص، عاوز تبقى اذا رجعت ابقى. فيبدو الانسان يكون فاهم وحكيم في اتخاذ الشروط، احيانا يضر نفسه بالشرط. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد
حياتك كلما